اهلا بيكم في حلقه جديده من عمايل ايديا. كل سنه وانتم طيبين، سنه سعيده عليكم. وزي ما تعودنا عمايل ايديا هنعمل مع بعض موسم حلو جدا، مكملين مع بعض في الف ب طبيخ. هنعمل مع بعض النهارده وصفات حلوه جدا للريزوتو. نطلع فاصل نرجع على طول. ورجعنا لكم. هنبدا مع بعض اول وصفه معانا وهي ريزوتو. هنعمل ريزوتو بفواكه البحر. تعالوا نشوف ايه هي المقادير معانا. عندي الريزوتو، الرز جميل جدا، ممكن نستبدله. انا عايزه دايما وانا بعمل معاكم الوصفه هقول لكم استبدالات كل حاجه. عندي هنا الريزوتو، وعندي بصل مبشور، ثوم، شبت، جمبري وسط مقشر، وعندي برضو السكالوبس. السكالوبس من الحاجات الحلوة جدا، بيكون فيليه سمك المدور ده بيكون حلو جدا. وعندي بلح البحر، خل عنب أحمر. خل عنب أحمر بيدي طعم جميل جدا للوصفة. ملح وفلفل، مرقة، زعفران. الزعفران ده هنحطه في مية ونسيبه شوية على ما نبدأ في الوصفة بتاعتنا. صلصة طماطم، عصير طماطم، بهارات سبايسي، بابريكا، كمون، وتوم مفروم انا قلت لكم عليه. بس اهم حاجه عندي والبصل برضو طبعا الاخضر، الشطه اللي مش عايز يخليه مشطشط مش لازم يستخدمها. بس انا دايما بحب الريزوتو بالسي فود كده والصوص الاحمر يبقى مشطشط شويه، فبيدي طعم جميل جدا. اول حاجه هعملها ان انا هحط شويه من زيت الزيتون كده. تمام، حلو جدا. اول حاجه خالص هعملها هجيب شويه ميه وايه احطهم هنا. هجيب ميه وايه انقع فيها الصفران. بيبقى حلو جدا لما يتنقع. هنسيبه شويه على ما ايه اظبط هنا الوصفه معايا. تعالوا بقى نشوف. هحط الاول خالص الزيت، هحط بصل، والبصل الاخضر. بصل الاخضر بيديله طعم جميل جدا، كرات بيدي طعم جميل جدا اهو. وحته تومه صغيره جدا، وايه هسيبه يتشوح مع بعض. نزود بس شويه من زيت الزيتون. وصفة سهلة جميلة سريعة ومختلفة تجديد. ممكن استبدل الرز الريزوتو، استبدله بالرز المصري العادي واعملها بنفس الطريقة ونخليه يكون دايب خالص، بتبقى طعمها جميل برضو جدا. تعالوا بقى نشوف كده. طبعا الشبت انا ما بستغناش عنه خالص اهو. يلا هنا كده دي. عايزة بقى أجيب بولة وأعمل صوص بتاعي أو المرقة بتاعتي اللي أنا هستخدمها أهو. هجيب هنا المرقة هحطها، هحط معي العصير شوية، ومن الصلصة برضو هنحط شوية بهاراتي كلها هظبطها فيها اهو كده. نقلب الشطه والبابريكا والبهارات كله ايه يتحط فيها كده. دي تبقى عندي جاهزه. وايه رشه الملح بتاعتي اهو كده، و رشة الفلفل كده. أنا عندي الشوربة أو المرقة اللي أنا هستخدمها في سوى ال كده في السوى جاهزة معايا. يلا أول ما يبدأ بصوا كده يتشوح بالطريقة دي، هقوم منزلة معاه على طول الإيه الريزوتو.
وهقوم مقلبه، اسيبهم يتشوحوا شويه مع بعض. يلا تعالوا بقى، وهما ايه بيتشوحوا نحط معاها الخل، خل العنب الاحمر بيدي طعم حلو جدا مختلف. لو مش موجود ممكن نحط خل التفاح او خل عادي بس بسيط مش كتير، بس هو العنب الاحمر بيدي طعم جميل، بيدي ريحه حلوه قوي، فايه فانا بستخدمه اهو كده. كده انا حطيته زي ما احنا شايفين، جميل جدا. شوحته شويه، اول ما يتشوح معايا شويه هقوم جايبه الصوص بتاعي الحلو جدا اللي انتوا شايفينه، هبدا احط بقى فيه شويه شويه. هنجيب الكبشه والسوا بتاعه بقى، هو بيبقى ايه بالراحه كده شويه شويه، بنزود في المرقه او في الشوربه بتاعتنا ويستوي بيها اهو كده، ونقلب يشرب الشوية دول ونزود تاني. هو بيستوي بطريقة مختلفة شوية اهو كده. تعالوا بقى وهو بيستوي نعمل مع بعض فواكه البحر، ممكن نعملهم كلهم في نفس الحلة، وممكن اعمل في حلة تانية. انا هعمل في حلة تانية علشان ايه ننجز في الوقت مع بعض. تعال اهو انا هفتح هنا دي، اسيبه يتشرب هنا وايه كده، وناخد هنا هحط زيت الزيتون اهو، ونعمل بقى تحبيشه حلوه، تتبيله حلوه ايه للسي فود بتاعنا، يطلع طعمه حلو جدا. يلا هحط الثوم اهو، وهنزل بقى بايه فواكه البحر بتاعتي. تعالوا نجيب من هنا، يلا يلا هننزل كده بيهم، هديها تشويحه سريعه. يلا تشويحه حلوه جدا وسهله اهو. يلا تعالوا نحط شويه ملح، شويه شبت، الشبت بيدي طعم جميل جدا اهو. ونقلب، التقليبه مهمه جدا ان انا ابقى على طول بقلب، علشان مش عايزه الجمبري بتاعي يلف قوي زي ما تعودنا وزي ما اتعلمنا مع بعض. الجمبري بيكون استوى لما يكون عمل حرف السي، ما نخليهوش ايه يلف قوي، فهعمله نص سوا، وبعدين اول ما بلح البحر يفتح معايا هقوم حطاه على طول في الايه في الريزوتو بتاعي. يلا بصوا بقى كده اهو كده عندي، بصوا كل شويه اجيب بقى ده هنا علشان السوا، اول بصوا ما يشرب نقوم مزودين تاني. وهي دي التريكة في ايه في الريزوتو، انه لازم كل ما نشرب اقوم على طول مزوداه تاني لحد ما يستوي معايا ويبقى حلو جدا اهو كده. اول ما يتشرب هقوم يلا، حلو قوي قوي. تعالوا ننزل بقى هنا معايا السي فود اللي احنا عملناه يكمل السوا معايا، بصوا ازاي يعني كده اهو حلو قوي. وتعالوا بقى نجيب هنا السكالوبس ايه كده، واقوم حطاها تاخد التشويحة الحلوة، شوية الثوم كده
وهنحط شوية الشبت الحلوين، رشة ملح بسيطة. يلا يلا اهو هنزيله كده تشويحة، وبعد كده ينزل اهو كده، ينزل بعد كده مع الريزوتو اهو كده. عندي الريزوتو كل شوية ايه بياخد اهو بيتشرب، اقوم مزودة تاني وهكذا لحد ما يستوي، ونلاقي ان كله دخل في بعضه والطعم بقى جميل معانا اهو كده. حلو قوي، ونقلب اهو. شفت كده بقى يتشرب اهو. بصوا اول ما تبدا تفتح وتبقى لونها برتقاني اهو. كده ودول يتقلبوا اهو، تاخد التشويحه نحطها على بعض، واول ما تستوي وهحط زي ما احنا شايفين هنا الزعفران بتاعنا اهو كده، وهخلي شويه اسيبهم على الوش. يلا تعالوا بقى نقلب، يدي طعم جميل جدا جدا جدا. اول لما يتشربوا على طول هقوم اهو غرفاه، نهدي بقى النار يستوي ويشرب الشوربه بتاعته كلها. يلا تعالوا نطلع مع بعض الفاصل بتاعنا ونيجي تاني، يكون عندي استوى وقدمناه وجبنا نوع الريزوتو التاني معانا ورجعنا على طول. يلا ورجعنا لكم بعد الفاصل، تعالوا نشوف مع بعض ايه هي مقادير الريزوتو. هنعمل ريزوتو بالمشروم والجبنه البارميجان، تعالوا نشوف مع بعض ايه المقادير. عندي الريزوتو، هنجيب الخرشوف، الخرشوف ده الصوص بقى بتاعه. عندي زيت وزبده، مرقه، خل عنب ابيض، جبنه بارميجان، جبنه بارميجان ممكن نغيرها بجبنه رومي، وعندي كرات او البصل الاخضر اوكي، وكريم الطهي، ملح وفلفل، خرشوف متقطع زي ما قلت لكم، ويكون طبعا متنضف و يعني كانه مسلوق، وتوم مفروم. بس المهم عندي ان انا النهارده هستخدم الاثنين، هستخدم في الوصفه دي الكرات وهستخدم البصل الاخضر معايا. تعالوا نشوف كده، هنا عندي السكالوبس خلاص شويناها اهي، حلوه قوي. يلا يلا اهو تعالوا بقى نشوف نعمل ايه هنا. اول حاجة هعملها هجيب الزبدة هحطها، ومعاها رشتين من الزيت الزيتون. يلا وهجيب الكرات وهحط هنا كده رشة منه، وهنزل الريزوتو علشان ايه كده، نزل الريزوتو فيه علشان اسويه اهو. هقلب الاول كام تقليبه، واحنا بقى نستخدم شوربه او ميه مع البهارات بتاعتنا اللي احنا ايه بنحبها. هشوحه تشويحتين كده، وبعد كده تعالوا نحط مع بعض الميه زي ما اتفقنا، هو بيستوي شويه بشويه اهو كده، ياخد بس تشويحه حلوه. وزي ما اتفقنا ان احنا ممكن نستبدل الريزوتو بالايه الرز المصري العادي كده. بعد الشويتين او التشويحتين اللي احنا هنعملها هنزل معاه شوية من المية، وإيه زي ما انتوا شايفين كده يشربها. هحط رشة ملح، رشة فلفل،
وهجيب الخل بتاعي، خل العنب الابيض، وهحطه ونقلبه ونسيبه يشرب خالص، يتشرب تماما كده. على ما يتشرب وايه ويستوي معايا، هجيب حلة هنا تانية، او هنا عندي برضو ده خلاص قرب على السوا. خلاص شوفوا كده، كده عندي الريزوتو جاهز وجميل جدا جدا. يلا بينا تعالوا بقى ناخده، ايوه كده، ونبدا في الغرف. يلا هحط بقى هنا الريزوتو بتاعي يستوي، وهعمل هنا الصوص بتاعي. هنخلي ايه الميه معايا ستاند باي علشان كل شويه ازوده، كل شويه ازوده. تعالوا نشوف بقى هعمل ايه. هجيب الزبده، زيت زيتون. طبعا احنا الريزوتو ممكن نعمله بكذا طريقه وكذا شكل، دي الطريقه اللي انتوا شفتوها، بس ممكن اعمله بالفراخ، ممكن اعمله بالكبد والقوانص، ممكن يتعمل بصوص الريحان، صوص الباستو، بيطلع جميل جدا، حلو قوي. الخرشوف من الحاجات الحلوه المفيده اللي طعمها بيبقى حلو قوي قوي مع الوصفه دي، جربوها تعجبكم قوي، عايزاكم تدوقوه بيه لانه مختلف جدا. هحط هنا ثوم، وهحط بصل اخضر، هحط كرات كده. الصوص بتاعنا مختلف جديد اهو كده زي ما احنا شايفين، وايه كل ما يتشرب اقوم مزوده، ما تنسوش. هحط المشروم، الريزوتو بالمشروم من الوصفات الحلوه جدا اللي المحلات دايما بتقدمها، وبيطلع طعمه روعه اهو كده اهو. بصوا اول لما يبدا يتشرب هقوم مزوده ايه ميه تانيه. يلا تعالوا بقى نقلب مع بعض، واديله تقليبه ويتشرب تاني ونزود تاني. هو الريزوتو طريقته التركه بتاعته في كده، ان انا ابقى دايما شايفاه. يلا هنقلب وهنزل الخرشوف، خرشوف يبقى متقطع بالطريقه الجميله دي. اهو كده، ونقلب كويس قوي. يلا نرش بقى معاه الصوص بتاعنا، نحط له الملح ونحط له الفلفل، اللي يحب يحط مرقه يطلع برضو طعمه جميل جدا بالمرقه اهو. بس انا عامله النكهات كلها تديني ايه طعم حلو جدا مع بعض. يلا على ما ده يستوي ويدبل شويه اغرف الريزوتو. يلا تعالوا نغرف الريزوتو مع بعض، يلا بينا. من الاطباق الجميله جدا المختلفة، عشان نبقى عملنا حاجة جديدة ومختلفة، ما نبقاش ايه دايما بنقدم نفس الاكل في البيت، لا انا عايزاكم دايما تبتكروا وتطلعوا حاجات جديدة ومختلفة اهو كده. الجمبري يطلع يتحط برضو كده اهو. وهنحط السكالوبس على الوش، وهي مشوية وحلوة جدا زي ما انتوا شايفين. كده وهديها بقى رشة يلا
كده نقدم الريزوتو مع بعض. وتعالوا نعمل بقى الايه الصوص بتاعنا ريزوتو المشروم. دلوقتي كده هنزل الكريمه، نقلب، هحطه هنا، هجيب بعد ما تشرب كده وخلاص قرب على السوا اهو. يلا تعالوا بقى اجيب الجبنه البارميزان ونحطه. شايفين اول ما يتحط، وهقوم مقلباه كده يسيح مع بعض. بصوا الجبنه مع الايه، بصوا بقى الجمال ده اهو. تعالوا بقى وما انا حاطه الصوص بتاعي واسيبه يستوي معاه يتشربه. اول ما يتشرب الصوص تكون استوت وتتقدم وتبقى جميله وحلوه جدا اهو كده. يلا اول ما يتشربوا هنقوم حاطينه على طول في طبق التقديم بتاعنا. وكده احنا عملنا مع بعض وصفتين للريزوتو حلوين جدا مختلفين. تعالوا كده نقفل بقى النار. دايما جددوا في وصفاتكم، اعملوا اكلات حلوه، اكلات جديده مختلفه اهو. بصوا كده عندي الريزوتو خلاص جاهز على التقديم اهو. بصوا كده مع الجبنه البارميجان بيديها طعم جميل جدا، بيدي تكستشر نفسها حلوه جدا. يلا تعالوا نجيب بقى طبقه التقديم بتاعنا اهو. يلا هنحطه. يلا كده الريزوتو بتاعنا جاهز جميل سايح وايه وجميل جدا. تعالوا كده هديله رشه كده من الايه بصل الاخضر، ومعاه اهو الجبنه البارميجان على ماشي. يلا بينا تعالوا نروق بقى مكاننا ونقدم على طول. يلا يلا حلو قوي. تعالوا نشوف كده مع بعض عاملين وصفتين حلوين جدا. اول واحده معايا كانت وصفه الريزوتو، عملناها بالسي فود حلوه جدا، فواكه البحر المشكل مع الزعفران والصوص الاحمر الجميل. تاني وصفه معانا كانت ريزوتو بالمشروم مع الصوص الابيض الجميل قوي، ومعانا الجبنه البارميجان والمشروم والخرشوف حلوه جدا. اتمنى يكونوا وصفتين حلوين سهلين عجبوكم، جربوهم ودايما ابعتوا لنا على صفحه البرنامج عمايل ايديا على فيسبوك وسي بي سي سفره على انستغرام، واستنوني ان شاء الله في حلقه جديده من عمايل ايديا. Thank you.